نحن اليوم نقدم صورة مغربية أصيلة عريقة عن تراث مملكتنا الشريفة. هذا التراث الغني بروافده المتنوعة الإسلامية الأمازيغية الحسانية الإفريقية الإغريقية الأندلسية وغيرها من شمائل الهوية المغربية الموحدة تحت ظل رعاية ملكية شريفة جعلت على الدوام والاعتزاز والافتخار والذود والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية صمام أمان نحو مسيرة التنمية والاستثمار خدمة لرعايا مولانا المنصور بالله بإقليم آس الزاق. أيها الحفل البهيج، يقتضي المقام في هذه المناسبة الغراء وفي هذا المكان التراثي والتاريخي وبالتحديد ساحة عين تكردات التي ارتوت منها ساكنة مدينة آسا على امتداد التاريخ وعلى مر العصور. والتاريخ يعيد نفسه، وها هي اليوم أي ساحة تكردات تحتفل مقدمة أسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير والامتنان لكل من حج والتأم لمشاركتنا فعاليات هذا التقليد السنوي وكل الشكر والتقدير والامتنان والاحترام للداعمين والمساهمين من كل حزب وصوب. ونخص بالذكر عمالة إقليم آس الزاق، المجلس الإقليمي لآس الزاق، المجلس الجماعي لآسا، السيدان النائبان البرلمانيان المحترمان، المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها. والدروس والعبر والتي دائما وابدا ستظل تقوي فينا روح الانتماء والانتساب وتوحد نظرتنا وتطلعاتنا للمستقبل. خصصت جمعيه احواش ضمن دائما فعاليات الموسم الديني والتجاري لزاويه آسا ملك الصالحين تكريم احد الرجالات الذين قدموا خدمات جليله لهذا الاقليم في زمن أسدل فيه ستار الأمنيات. يتعلق حمدي ويسي الراحل الذي قدم الكثير لهذا الإقليم تحت تصفيقاتكم خصصت جمعية أحواش تكريم السيد الراحل حمدي ويسي، يتسلمه بالنيابة السيد رئيس المجلس الجماعي لآس الزاق السيد محمود عباف. الإقليمي آس الزاق هي لحظات تجسد قيم الوفاء، الوفاء لرجالات قدموا الكثير من الخدمات لهذا الإقليم. حمدي ويسي اسم طبعا رسخ اسمه وبقي الاسم شامخا بتسامحه وبعطاءاته السخية، فلتنقد روحك بسلام أيها البطل والأب والشهم الذي بصم على إنجازات سنظل أوفياء لذكرها وذكرها. شكرا لكل الداعمين لهذه التظاهرة وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم آس الزاق وسيد رئيس المجلس الإقليمي وكل المجالس المنتخبة. Whoa!
Thank you.
دير لايك للفيديو، بارتاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.